الكرة أمام زكريا حدوش لتتحول غانية في المنتصف لإبنزر أوفوري لعب رقم ثلاثة بعد التعديلات أجراها المدرب الفرنسي نوبيلو على توليفة المنتخب الجزائري. كرة يتابعها الدفاع عن طريق رابح تومي وهذه التصويبة وكرة في الشباك. هدف أول، هدف أول بتصويبة في شباك المنتخب الجزائري. كرة غنية وتصويبة لم تكن منتظرة، نسيم طرش تابعها، أشعة الشمس أكيد تحجب الرؤية عن نسيم طرش والكرة تنتهي في الشباك. هدف أول للمنتخب الغاني يعقد الأمور، هدف أول للمنتخب الغاني البلاك ستارز يعقد الأمور. نتيجة التعادل تجمع بين المنتخبين البنيني والمصري. هذه إعادة طريقة تسجيل الهدف بهذه التصويبة بظاهر القدم. لا 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 لا، من الصعب على نسيم طرش أن يتابع حتى لو لم تكن أشعة الشمس تحجب الرؤية. كرة ساقطة، أين يسكن الشيطان تماما؟ وهدف أول في المباراة بأقدام سيدو صليفو لاعب رقم ثمانية صاحب هذه التصويبة. إذن هكذا هدف أول للمنتخب الغاني. منتخب